يا محمود انا كنت بهرب بعيد شويه بس علشان ابوك ما يسمعش صوت المكنه ويطلع ياخدها مننا. الله يا قناص خد مكنه ابوك وحلف الدنيا كلها النهارده. وطي صوتك يا ابني ابوك هيسمعنا. يلا بقى علشان نلف البلد. يلا ورايا. استنى يا قناص خدني ورايا. خلاص ما تبقاش ند بقى. لا طبعا انا اللي واخدها من ورا ابوك. مالكش لفه اجري براحتك ورايا. شو بقى ربنا يسامحك يا قناص. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ بس فيا قناص ده انا شكلي هقول لابوك النهارده. مكنة ابوك يا نهار ابيض. هي فين مكنة ابوك؟ مش باقي منها غير الشكمانين دول. انا عملت حادثه ليه؟ اخرب بيتك يا قناص. قعدت اقول لك هتلفه وامشي بالراحه. دلوقتي هنقول لابوك. مش عارف يا محمود. وقفني بس الاول كده بالراحه عشان رجلي توجعني. استنى. رجلي يا نهار ابيض. المكنه مش باقي منها غير الاثنين دول بس. هنعمل ايه؟ بص يا محمود روح انت شوف ابوك بيعمل ايه وايه اللي حصل في البيت وتعالى قول لي بالراحه علشان مش عارفين نقول له ازاي. ماشي. فين المكنه راحت؟ فين؟ راحت صغيره بايدي. الله يخرب بيتكم. سرقتوها. اتخرب بيتك يا ابو القناص. اتخرب بيتك. حوستك البيضة يا ابو القناص. هقول لعيالي ايه؟ المكنة اتسرقت مني. هوشي ورمي من البلد منين ازاي؟ هيعلموا عليا كده وانا داخل. ايه يا محمود في ايه؟ ابوك قاعد يولي قدام البيت. يا نهار اسود. طب تعالى بالراحة نقول له بالراحة بقى. اعمل ايه يا رب؟ المكنة ضاعت. هعمل ايه؟ الناس هتاكل وشي ده يا رب. واد يا قناص انت واد يا محمود ما شفتوش المكنة يا ابني اللي كانت هنا من شوية؟ المكنة الحمراء بتاعتنا اللي كان واقف هنا يا بابا. ايوه يا ابني ما شفتهاش. الباقي بتاعها يا بابا. ايه؟ خد يلا خد.